هو على فكره بالمناسبه استاذ احمد، مش بس في بلجيكا ومش بس في المانيا، دي اجراءات شبه موحده في اوروبا. اوروبا عندها حاله هلع وخوف وذعر غير عاديه علشان اعياد الميلاد دلوقتي. اعياد الميلاد عاده بتبقى الفتره اللي بتتجمع فيها الاسر والاصحاب والمعارف، وبيبقى فيه تجمعات كبيره جدا. فالخوف ان بسبب التجمعات دي تخش اوروبا في مرحله ثالثه من الوباء. فكل الكلام، وحتى الكلام ده كان موجود في القمه اللي هي بتاعت القمه الاوروبيه من يومين، الكل اجمع ان لا يا جماعه معلش هنستحمل هنتعب، خلينا نعدي الفتره ديت من غير ما نخش في مرحله ثالثه من مراحل الوباء. فالاجراءات بقت صارمه في كل حته، الى درجه ان اشهر عالم بلجيكي النهارده كان في التلفزيون البلجيكي على الهواء مارك فان رامسيس، قال صراحه، كان بيوجه كلام الرئيس الوزراء البلجيكي، قال له الحل بالنسبه لك ان من يوم 24 او من يوم 23/12 اللي هي بدايه فتره الاعياد لغايه يوم 7 يناير يكون حظر التجول من 8 مساء ل 8 صباحا، اللي هو الناس حتى ما تخرجش من البيت، يعني من 8 مساء ل 8 صباحا. وفي كلام كتير جدا ان هم، يعني ده كان حوار داخل جوه رئاسه الحكومه البلجيكيه، هل هنسمح للبوليس انه في فتره الاعياد لو سمع دوشه في البيوت وسمع تجمعات يخبط وياخد الناس ويدفعهم غرامات، ولا هنغمض عينينا ولا هنطمن شويه؟ وكانت النتيجه لا، هيبقى الاجراءات اكثر صرامه في كل حته، في كل حته، في المحلات، في المنازل، في الشوارع، في المدارس، في كل مكان هتبقى الاجراءات اكثر 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 صرامه في الفتره بتاعه من 20/12 لغايه يوم 7 يناير. وفعلا احتمال كبير جدا ان يبقى حظر التجول 12 ساعه في معظم البلاد الاوروبيه فتره الاعياد علشان تعدي الفتره دي. هتبقى اجازات مدارس، هيبقى في ناس كتير في الشغل ما عندهمش، والحاجه الوحيده اللي هيسمح بيها ان يسمح لكل عيله استضافه شخص واحد فقط من خارج الاسره، يعني الاسره اللي فيها ثلاثه اربعه خمسه ممكن تستضيف شخص واحد فقط من خارج الاسره خلال فتره الاعياد، بشرط انه يغادر المنزل قبل العشره مساء. بشرط يغادر البيت قبل الساعه كام؟ 10 بالليل؟ 10 مساء. 10 مساء كحد اقصى. يعني فلا، الامور جديه جدا، يعني اللي خلى الامور تعدي وتوصل لهذه المرحله، لا يبقى بوجهه نظر الحكومات كلها يبقى لا يا جماعه نستحمل اكثر شويه ونيجي على نفسنا، احنا خلاص وصلنا للقاح وهنبتدي عمليات التصعيد، وعلى شهر 7/8 كحد اقصى يمكن قبل كده نرجع لحياتنا الطبيعيه، فقبل ما نضيع كل الشغل اللي اتعمل في الفترات اللي فاتت وكل الساعه اللي تعبناها في الفترات اللي فاتت، بدل ما نضيع الاف الارواح في الفتره ديت، وبدل ما ناذي ناس في الفتره ديت، وبدل ما نعرض حتى بلادنا لازمات اكثر، لان طبعا ده يعني ضغط شديد على القطاع الصحي في كل حته في العالم، ما بتكلمش بقى على بلجيكا ولا على اوروبا، انا بتكلم على اي بلد في العالم، كل ما بتزيد ارقام كورونا فيها بيزيد الضغط 100 مره على الحكومه وعلى الهيئات الصحيه، لان ده الضغط كله بيقع على القطاع دوت، القطاع الصحي، واللي القطاع الصحي في الاخر هو قطاع بتديره في الاخر وبتكون وراه دايما هو الحكومه، فبالتالي يعني لا مش عايزين بقى نضيع مجدي، يعني رغم الظروف الاقتصاديه عشان نحتفل، رغم الظروف الاقتصاديه، تاثر كل دول العالم بما فيها كل دول الاتحاد الاوروبي اللي حضرتك بتكلمنا عليها، هيعملوا اجراءات اغلاق واجراءات صارمه زي ما حضرتك بتقول كده؟ طبعا ما عندهم، ما فيش حلول ثانيه، يعني الحل الثاني المتاح ايه؟ الحل الوحيد، ما هو في حلين، يا اما نكمل بالاجراءات دي خلال فتره الاعياد عشان نعدي ونشتغل بعديها على طول البطن، يا اما نغمض عينينا ونخش في مرحله ثالثه من مراحل الوباء، واللي
حكومة من الحكومات أعلنتها صراحة القطاع الصحي البلجيكي لا يحتمل مرحلة ثالثة من مراحل كورونا وسينهار تماما.